أهلا وسهلا بكم في قناة عالم الفن لأخبار الفن والفنانين. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. الفنانة صباح الجزائري أطلق عليها لقب سندريلا الشاشة السورية بسبب أدوارها المميزة وأدائها المحترف في التمثيل، وهي ابنة دمشق وصاحبة الحضور المتألق والإطلالة الأنيقة دائما. بالرغم من أنها لم تدرس فنون التمثيل إلا أنها احترفت التمثيل وأصبحت واحدة من كبار الممثلات السوريات، وتعتبر من الدعامات الأساسية في الدراما السورية المميزة، وعاشت أدوارها في الذاكرة. ولا يمكن أن تنسى شخصية أم عصام في مسلسل باب الحارة، ولا أم هاشم في مسلسل الخوالي. تعالوا معنا من خلال هذا الفيديو لنتعرف أكثر على الفنانة صباح الجزائري ومعلومات وحقائق قد تجهلها عنها. ولدت الفنانة السورية صباح محمد الجزائري في 23 من يناير عام 55 في مدينة دمشق، وتبلغ من العمر 64 عام، وجنسيتها هي سورية، وهي الأخت الصغرى للممثلة الكوميدية المشهورة باسم سيدة الكوميديا سامية الجزائري، وابنة عم الممثلة القديرة نبال الجزائري. شقيقتها الفنانة سامية الجزائري. وابنة عمها الفنانة نبال الجزائري. وعن أزمة بحث صوتها قالت إنها أجرت عملية جراحية لأوتارها الصوتية بسبب وجود لحمية زائدة، مما أدى إلى تغير صوتها وعدم قدرتها على الحديث، ما أجبرها على الكلام بصوت مختلف عن صوتها الحقيقي، خاصة أن القائمين على مسلسل باب الحارة كانوا على عجلة من أمرهم للحاق بالسباق الرمضاني، حيث ظهرت الفنانة السورية صباح الجزائري التي جسدت شخصية أم عصام في مسلسل باب الحارة ببحث صوت غريبة، الأمر الذي أدى إلى اندهاش جمهورها عن سبب هذه البحة، حيث كانت تتحدث بصوت منخفض. الفنانة السورية صباح الجزائري مع شقيقتها المرحومة. وتألقت الفنانة السورية صباح الجزائري في مسلسل باب الحارة منذ عام 2006، حيث قدمت من خلاله أشهر شخصياتها، وهي شخصية أم عصام، ولم تغب عن كل أجزاء المسلسل التسعة بل شاركت فيها كلها. وبالرغم من أنها تعرضت لأزمة في صوتها عام 2014 نتيجة عملية جراحية أجرتها، إلا أنها لم تتردد في المشاركة في الجزء السادس من المسلسل الذي تزامن مع مشكلة صوتها، فأطلت في مسلسل باب الحارة واستكملت مشوار البطولة فيه، علما أن الجميع لاحظ تغييرا في صوتها. شاهدوا الفنانة صباح الجزائري في شبابها وقبل الشهرة. شاهدوا الفنانة صباح الجزائري يوم زفافها. الفنانة السورية صباح الجزائري متزوجة منذ سنوات من اللبناني رباح الطقي، ولها ثلاث أبناء، ابنتين وابن، هم رشا وكرم وطرف. شاهدوا الفنانة صباح الجزائري وزوجها رباح الطقي. الفنانة صباح الجزائري وبناتها.
الفنانة صباح الجزائري وزوجها وابنها. وقد أطلت ابنتها رشا التقي في باب الحارة حين جسدت شخصية هدى زوجة عصام أو ميلاد يوسف، لكنها غابت بعد ذلك وتركت عالم التمثيل. شاهدوا ابنتها رشا وزوجها وأولادها. وشارك ابن الفنانة صباح الجزائري كرم عالم التمثيل، وشارك في أحداث الجزء الثاني من مسلسل الهيبة العودة. شاهدوا الفنانة صباح الجزائري وابنها كرم. والفنانة صباح الجزائري كانت متزوجة من الفنان دريد لحام في عام 77 لمدة 60 يوما فقط، ولكنهما انفصلا وكان وقتها متزوجا من زوجته هالة، حيث فضل الفنان دريد لحام الانفصال عن الفنانة صباح الجزائري سعيا منه للحفاظ على منزله وأسرته، وأكد بأنه لا يزال يحترم ويقدر الفنانة صباح الجزائري كثيرا. الفنانة صباح الجزائري وأحفادها. وفي عام 2018 اجتمعت الفنانة صباح الجزائري مع الفنان دريد لحام فنيا بفيلم دمشق حلب بعد فترة ابتعاد فني استمرت 38 عاما منذ مسرحية كاسك يا وطن. الفنانة صباح الجزائري والفنانة نزلي الرواس. وبدأت مسيرتها في عالم التمثيل في 18 من عمرها، فشاركت إلى جانب الممثل السوري دريد لحام في مسلسل ملح وسكر عام 73، ومن ثم عادت وشاركت مع دريد لحام في أشهر الأعمال الكوميدية العربية وهو مسلسل صح النوم عام 74، فشاركت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وتمسكت بتعاونها الفني مع الفنان دريد لحام، وأطلت إلى جانبه في عام 74 بفيلم غوار جيمس بوند. وبعد هذه الأعمال المميزة التي وضعتها على آخر خطوات دخول عالم النجومية، اتخذت الفنانة صباح الجزائري قرارا بالتوقف عن التمثيل. شاهدوا الفنانة صباح الجزائري وزوجها. وشاركت بمسرحية لحام الأشهر كاسك يا وطن عام 79، وواصلت الفنانة صباح الجزائري نجاحاتها الكبيرة واستطاعت أن تستعيد مركزها عند الجمهور بعد غياب، ومن ثم شاركت في مسلسل الدروب الضيقة عام 80 وقمر البر والبحر الذي أطلت من خلاله بدور البطولة المطلقة عام 82. وبعد نجاح العمل غابت الفنانة صباح الجزائري للمرة الثانية عن الساحة الفنية، وعادت في عام 89 بمسلسل قلوب دافئة. ومنذ عام 89 لم تنقطع الفنانة صباح الجزائري عن التمثيل مطلقا، بل رسخت وجودها فيه وقامت بالمشاركة بالعديد من الأعمال المميزة. شاهدوا الفنانة صباح الجزائري وابنتها رشا وهي طفلة. وشاركت في بداية التسعينيات مثل الجزء الأول من المسلسل الدرامي الإخوة ومسلسل العبابيد ومسلسل الموت القادم من الشرق. وشاركت البيئة الشامية من خلال مسلسل الخوالي حيث جسد شخصية أم هاشم وحقق العمل حينها نجاحا كبيرا. وشاركت في مسلسل حنين والمسلسل الكوميدي زمان الصمت وحمام القشاني والداية وعايدة لحيفة وعشنا وشفنا.
وفازت بالعديد من الجوائز، منها جائزة أفضل ممثلة سورية عن دورها في باب الحارة، وجائزة تكريم الأم في الدراما السورية. وكرمت في مهرجان دمشق السينمائي ومهرجان الماغوط المسرحي ومهرجان وهران المسرحي.